بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله حل تدريبات التأسيس السليم على درس المتغير التابع والمتغير المستقل. وفي البداية نأكد على معلومة مهمة، إن الشيء اللي بيحصل الأول هو المتغير المستقل، والنتيجة اللي بتتبعه هي المتغير التابع. مثلا تكلفة السولار ولا التموين بتاع اللترات؟ هو أنا بحاسب قبل ما أمون ولا بمون الأول؟ يقوم يجي ولد يقول لا، بتمون الأول وبعدين تحاسب. طالما بمون الأول يبقى عدد اللترات هي المتغير المستقل يا ولاد، وحطيت لك رمزها إم. طب والفلوس اللي بتتدفع التكلفة، وعطي لك رمزها إن. جميل. مدى ضحكتك على إيه؟ على نكتة. وهنا إلى أي مدى المزحة مضحكة؟ يعني النكتة دي بايخة ولا حلوة؟ ضحكتك أكتر ولا لا؟ بالعقل كده، هو أنا هضحك عن النكتة قبل ما تتحكى لي ولا لازم تتحكى؟ لا لازم تتحكى، يبقى دي اللي بتحصل الأول. يبقى كلمة مدى المزحة يعني الهزار أو الضحكة مضحكة، دي اللي بتحصل الأول، يبقى دي المستقل. طب أنا قهقهت قوي أو قلت بايخة وما ضحكتش، يبقى مدى الضحكة هي دي المتغير التابع لأنها بتيجي في المرحلة الثانية. عدد الفطائر اللي ماما صنعتها ولا كوبايات الدقيق اللي موجودة في البيت، مين اللي بيحصل الأول؟ إن الدقيق يبقى موجود. ما هو خلي بالك يا حبيبي، لو ما فيش دقيق أو ما فيش فلوس نشتري دقيق، ما فيش فطير. صح يا مستر كلامك، يبقى عدد أكواب الدقيق هي اللي لازم تكون موجودة الأول، يبقى دي المتغير مين؟ المستقل يا كريم. لكن عدد الفطائر اللي ماما عملتها دي النتيجة، واحنا قاعدين ناكل بقى الفطير، يبقى المتغير التابع. واحدة كمان، عدد قطع الملابس ولا المال اللي ربحه التاجر، هو مين اللي بيحصل الأول؟ إن التاجر يجيب الملابس ولا يجيب الفلوس الأول؟ لا، يجيب الملابس، وأما يبيع يقول أنا كسبت كذا، يبقى ده اللي بيحصل الأول يا جماعة، يبقى دي المستقل. عدد قطع الملابس اللي الراجل مسميها حرف سي، وهنا مقدار المال اللي الراجل مسميه حرف دي. ماشي. 8 كيلو الخوخ ولا عدد الثمار من الخوخ اللي موجودة في الكيس، هو مين اللي بيجي الأول؟ عدد الثمار ولا أنت بتحاسب الأول؟ لا، أروح الراجل يعبي لي شنطة الثمار وبعد كده أقول له اتفضل فلوسك. يبقى عدد الثمار هي المتغير مين؟ المستقل، ورمزها إل. وتمن الخوخ هو المتغير التابع ورمزه بي. طيب عدد الوجبات بتاعة المطعم ولا ربح المطعم، مين اللي معتمد على التاني؟ الربح معتمد على عدد الوجبات اللي باعها، لازم يكون في وجبات تباع وبعدين يطلع منها ربح. يبقى عدد الوجبات بتمثل مين؟ بتمثل المتغير المستقل إم، والأرباح بتمثل المتغير التابع وهو إن. واحدة كمان قلنا ديًا، تمام؟ طيب واحدة دي، مقدار المال اللي أنت هتدفعه ولا عدد الكراسات اللي أنت هتشتريها؟ هو مين اللي بيحصل الأول؟ اللي بيحصل الأول إن أروح المكتبة وأقول لعمه إديني كذا كراسة، بعد كده أقول له عمه فلوسهم كام؟ طالما ده اللي بيحصل الأول يبقى ده المستقل. ومقدار المال ده اللي بيتبعه، هنا حرف الجي وهنا مقدار المال حرف الإس. جميل جميل. مساحة المربع ولا طول الضلع، مين اللي لازم يكون موجود الأول؟ طول الضلع، ده حتى مساحة المربع قانونها طول الضلع في نفسه، يبقى معنى كده ما اعرفش اجيب مساحة الا بطول الضلع، يبقى طول الضلع هو اللي لازم يكون موجود، يبقى طول الضلع اللي ده مستقل، ومساحة المربع الايه هي المتغير التابع. كمية الطعام اللي انت اكلته وعدد السعرات الحرارية والطاقة اللي دخلت جسمك، هو مين اللي بيحصل الاول؟ اللي بيحصل الاول ان ناكل وبعد كده اشعر بالطاقة بتاعت الاكل، يبقى هنا كمية الطعام اللي رمزها سي، وهنا عدد السعرات اللي رمزها ار. طيب
محيط المربع ولا طول الضلع؟ مين اللي لازم يكون موجود؟ الضلع. طب ليه؟ لأن محيط المربع قانونه طول الضلع في 4، فلو طول الضلع مش موجود مش هتعرف تجيب محيط المربع. تقومري ماس كاتبه هنا في المستقل طول الضلع اللي هو ال، وكاتبه هنا في التابع محيط المربع اللي هو بي. جميل جميل. المعادله اللي قدامنا دي مين المستقل؟ اقول له البي. عرفت منين؟ لانه لازق في الحرف. طب مين التابع؟ اقول له الايه، لانه قاعد على ايه الصالون لوحده. نيجي للسؤال ده، هنا عدد الوجبات وهنا الارباح بالجنيهات. اشتريت 3 دفعت الفلوس دي، 4 دفعت دي، 5 دفعت دي، يبقى مين الاساس؟ الاساس عدد الوجبات، ده الاصل، يبقى ده المستقل عدد الوجبات. يجي يعقبها مين؟ الارباح اللي هياخدها المطعم، الارباح بالجنيه هي المتغير التابع. طب عدد قطع الملابس، اشتريت 4 دفعت 200، اشتريت 6 دفعت 300، اشتريت 8 دفعت 400، مين الاساس؟ الاساس عدد القطع اللي انت اشتريتها يا مستر. ومين اللي هنا؟ الثمن بالجنيهات. تعال نشوف واحده تانية في السؤال الكام، في السؤال الثالث يا اولاد. بيقول لك طول النبات بيعتمد على عدد الايام اللي خدها النبات للنمو. طول النبات قال عليه ايه؟ يعتمد. مادام فلان يعتمد، اللي اجى قبل كلمه يعتمد يبقى هو المتغير مين يا جماعه؟ يبقى هو المتغير الايه؟ التابع. حتى الراجل بيسالك على التابع، اقول له التابع يبقى طول النبات. ليه يا مستر؟ لانه هو اللي بيعتمد على غيره. مساحه المربع تعتمد، اقول له بس، يبقى دي التابع. لا يا مستر، ده بيسالك على المستقل. خلاص يا حبيبي، يبقى التانيه. المستقل يبقى طول الضلع، هو اللي لازم يجي الاصل. عدد اجاباتك الصحيحه في الامتحان ولا درجتك في الامتحان؟ هو عايز التابع. كلمه التابع يعني النتيجه اللي بتحصل في المرحله الثانيه. مين اللي بيحصل في المرحله الثانيه؟ درجه الطالب هي اللي بتتبع عدد الاجابات. طب محيط المثلث وطول الضلع بتاع المثلث، بيسال على التابع. التابع يعني النتيجه. النتيجة يبقى مين؟ يبقى محيط المثلث يا أولاد. عدد البقر اللي موجود وكمية الحليب، هو بيسأل على المستقل. المستقل يبقى مين يا جماعة؟ برافو عليك، لازم نكون عندي عدد من الأبقار الأول علشان تجيب لي حليب. عدد وجبات المطعم ولا ربح المطعم، هو بيسأل على التابع. التابع يبقى النتيجة اللي بتحصل في المرحلة الثانية. مين اللي بيحصل في المرحلة الثانية؟ ربح المطعم بعد البيع. فاتورة المية واستهلاكك فاتورة المية الفلوس، ومعدل استهلاكك للمية، هو مين اللي بيحصل الأول؟ المستقل يعني اللي بيحصل الأول. اللي بيحصل الأول استهلاك المية قبل الفاتورة، أعرف استهلاكي كام وبعدين أحاسب. اللي بعده مسائل لفظية. في السؤال الكام؟ السؤال الرابع. بيقول لك تمن الكراسة الواحدة بسبعة جنيه ونص. شكرا يا عمو، تعرف تكتب لي معادلة تطلع فيها العلاقة بين عدد الكراسات والتكلفة؟ اقول له استنى، مش ده العدد؟ مش دي الفلوس؟ يبقى مين اللي يقعد على كرسي الصالون؟ اللي يقعد على كرسي الصالون الدي. ليه يا مستر؟ لانها التكلفة. طب تمن الكراسة سبعة جنيه ونص، يبقى نكتب 7 جنيه ونص. طب مين اللي يلزق فيها؟ عدد الكراسات اللي انت اشتريته، يبقى 7.5 ار. بس خلاص عمو، عايز منك مين؟ المعادلة، ودي المعادلة يا ولاد. طول ضلع المربع اسمه اس، ومحيط المربع اسمه بي. تعرف تكتب لي علاقة بين محيط المربع وطول الضلع؟ قال اوكي. وبعد كده هات محيط المربع لو كان الضلع ب6. اوكي، الضلع اسمه اس والمحيط اسمه بي. مين اللي يقعد على كرسي الصالون؟ البي، لان ده المحيط. طب محيط المربع قانونه ايه؟ طول الضلع في 4، يبقى نكتب 4 ونلزق فيها الاس. بس خلاص. اللي كتبه مستر حامد ده مين؟ ده المعادله. استنى يا مستر، ده الراجل عايز قيمه البي لما يبقى الضلع ب6. اقول له يبقى 4 في 6. بس خلاص، تبقى الإجابة يا كريم 24 سنتي.
شايف المعادلة دي؟ اه شايفها. عدد الأقلام اسمه سي، تكلفة الشراء اسمه اف. طب عايز مني ايه يا عم؟ قال لي تكلفة شراء 7 أقلام. أقول له أوكي سهلة، يبقى نكتب العنوان التكلفة. الثابت مين؟ 30، ده سعر الوحدة. طب والسي عدد الأقلام 7، يبقى نضرب في 7، هتطلع الإجابة 210. واللي نفسه يكتب التمييز يروح بعيد ويكتب كلمة جنيه بس خلاص. ده سؤال جميل وسهل، جايب لي المعادلة وبيقول لك طلع المستقل وطلع التابع. بنعرف المستقل منين؟ اللي لازق في الرقم يبقى إكس، اللي لازق جنب الرقم يبقى إن، اللي لازق جنب الرقم يبقى آر. طب والتابع اللي قاعد على الصالون لوحده، مين اللي قاعد في طرف لوحده؟ هنا الواي، وهنا الإم، وهنا الإف، بس خلاص. طب واحدة كمان، مين المتغير المستقل ومين المتغير التابع؟ المستقل اللي لازق في الرقم يبقى الإن، اللي لازق جنب الرقم يبقى الإس، اللي لازق جنب الرقم يبقى الإيه، مين اللي قاعد في جنب لوحده؟ الإم يبقى تابع، الزد يبقى تابع، البي يبقى تابع يا كريم. السؤال اللي بعده جميل، السؤال الكام؟ السادس. بيقول لي عادل محوش 250 جنيه كل شهر. شكرا يا عادل، تعرف تقول لي المبلغ اللي يحوشه لو قلت لك اكس من الشهور؟ يعني ايه يا عم اكس من الشهور؟ يعني عدد شهور بس انا مش عايز اقوله يا مستر حامد، انا حر. والاجابه بتاعته واي، تعرف تقول لي المعادله؟ اقول له اه اعرف اقولها. الاجابه واي، يبقى واي في طرف لوحده. هو بيحوش كام؟ 250 في الشهر. طب عدد الشهور اسمه اكس، يبقى 250 اكس بس خلاص. طب مين المستقل؟ اقول له الاكس. طب مين التابع؟ اقول له الواي. طب يحوش كام لو 6 شهور؟ اقول له يبقى نضرب ال 250 في 6، تطلع الاجابه كام؟ 1500 جنيه بس خلاص. سؤال جميل يا ولاد والله. نيجي للسؤال السابع والاخير، جايب لك 3 جمل، 1 2 3، وشوف اللي يناسب الجملة. درجتك في الامتحان تعتمد على مين في دول؟ بص كده مين الأنسب. برافو عليك، درجتي في الامتحان تعتمد على عدد الإجابات الصحيحة اللي أنا حليتها. مين اللي بيعتمد على عدد اللترات اللي متخزنة في السيارة؟ أقول له المسافة اللي أنا مشيتها. مشيت كتير ليه؟ لأن ممون كتير. مشيت قليل ووقفت ليه؟ لأن مموّن قليل. في لعبة الملاهي بتروح تشتري عدد من التذاكر عشان تلعب الألعاب، فعدد مرات استخدامك للعبة معتمد على مين؟ معتمد على عدد التذاكر اللي انت اشتريتها بس خلاص. كده خلصت كل تدريبات التأسيس السليم على درس المتغير التابع والمستقل. يا رب يكون سهل ومفهوم بإذن الله يا ولاد.